مرحبا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل في هذا العدد الجديد من حصة منشآت. الحديث دائما حول موضوع الإعلام في الجزائر هذه المرة بالضبط، وهي تعيش يعني مع الحكومة الجديدة وتوجه الجديد للسلطة مخاضات جديدة، وربما من خلال الورشات التي فتحت، ولولا يعني ربما أزمة كورونا لتواصلت، ولكنها ستتواصل، والعمل جاري لإصلاح منظومة الإعلام في الجزائر وللمساهمة في النقاش حول هذه الورشات وهذا الطموح للإصلاح. دائما نستضيف الأستاذ عبد العزيز غرمول لنستفيد من خبرته الطويلة في مجال الإعلام، خبرة يعني ربما سنحاول صبرها والذهاب إلى عمق الأشياء في تناول هذا الموضوع. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ غرمول. أهلا. بداية، هل أتى يعني مشروع الإصلاح في وقته أم تأخر أم جاء قبل وقته؟ هي فيه مرت على الوسائل الإعلام في الجزائر إصلاحات وإصلاحات وإصلاحات. هذه الإصلاحات هي يعني دائما قطاع الإعلام في الحقيقة موش يحتاج الإصلاحات. من المفروض أن الإصلاحات كان ممكن تتم في الماضي، ولكن يحتاج دائما التحديث، دائما الميزاجور. للأسف احنا مازال ما قمناش بإصلاحات جوهرية في القطاع الإعلام. أعتقد أن يعني ما قام به وزير الإعلام الحالي السي عمار يعني قام مجهودات كبيرة، رغم أنه يتلقى انتقادات أيضا كبيرة من طرف الجزائريين، وهذا يعني عادي. الأوساط الإعلامية نفسها، الأوساط الإعلامية أنا يبدو لي أنها ما زالت مترددة في فهم هذا الرجل. هو الإصلاحات حسب ما تحدث عنها هي إصلاحات إيجابية، لكن الإصلاحات لا تتم بشكل فوقي، يجب أن تساهم فيها وسائل الإعلام ورجال الإعلام، وهذا هو اللي كان طلبه سي عمار منذ البداية. كما قلت فيه ورشات تفتحت، ما زال ما عطاش ثمار تاعها لأنها توقفت في هذه الظروف، لكن حسب المعلومات اللي عندي ورشات راح تكون عندها انعكاسات إيجابية على قطاع الإعلام. أنا ما يحز في نفسي هو أن قطاع الإعلام لا يحتاج إلى إصلاح، وهذه سي عمار بحكم سي عمار بالحمر بحكم التجربة تاعه، وهي تجربة طويلة، وهو ناقد سليط اللسان طبعا كي كان صحفي، لا أدري الآن هل لا يزال كذلك وهو وزير، لكن رجل واعي ويعرف الإعلام بعمق من الداخل. يعني الآن الإعلام في الجزائر في حاجة إلى ثورة، وليس في حاجة إلى إصلاح، في حاجة إلى رؤية جديدة، رؤية إلى تغيير عميق. لأن الإعلام خلال السنوات العشرين الماضية، أولا 10 سنوات نتاع الإرهاب كبحت جماح التطور نتاع الإعلام، بعد ذلك جت 20 سنة من الرداءة الإعلامية. يعني يكفي أننا أصبحنا نشاهد يعني قنوات تاع شعوذات،
أصبحنا نعرف أن فيه يعني الكثير من الجرائد التي تطبع وتبقى في المطبعة لمجرد أن تقبض الإشهار. عرفنا أيضا المستوى نتاع الصحفيين في حد ذاتهم اللي يعني ما تطوروش مع التجربة الإعلامية. أيضا الصحفيين اللي دخلوا جدد وهما شباب يعني متحمسين للمهنة لكن ما لقاوش مؤطرين باش يأطروهم. إذن فيه بين قوسين خلطة كبيرة في الإعلام، ولذلك يحتاج إلى نظرة جديدة، نظرة ثورية، تغيير جذري، وأيضا اتخاذ قرارات صارمة، لأننا ما نقدروش نخليو الناس هادو اللي ما راهم يعني اللي ما راهمش يساهموا في الإعلام في الجزائر ياخذوا الإشهار ومريحين في ديارهم. أنا نظن لازم دي كريتير جدد حتى فيما يتعلق مثلا بالقنوات التلفزيونية، يجب أن يكون دفتر شروط. طيب بذكر دفتر الشروط وحيلكم إلى نقطة مهمة في نظري، وهي أن قطاع الإعلام عرف عدة نصوص. يعني النص الأول كان في 1982، ثم نص ثاني تقريبا كان عبارة عن ثورة في 1990، ثم فيه تعديلات مهمة كذلك أدرجت في 2012. ولكن هل ترى بأن الإصلاح يكمن فقط في تغيير النصوص التي لا يمكن أن تجد لنفسها طريقا إلى التطبيق لأسباب موضوعية وأخرى سياسية؟ لماذا كل هذه النصوص وأكثرها، يعني نعطيك مثال، قانون السمع البصري لم يفعل، هيئات كثيرة أنشئت بموجب قانون تعديلات 2012 لم ترى النور، مثل مجلس أخلاقيات المهنة، مجلس أو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، إلى غير ذلك من الهيئات المنصوص عليها قانون ولكن لم تجد طريقها إلى التطبيق. هل ترى بأن ولأن الورشات المفتوحة كذلك ستفضي إلى نصوص تطبيقية ونصوص أخرى جديدة، هل ترى بأن الإصلاح يكمن فقط في تعزيز النصوص؟ لا أبدا، لا أبدا. الإصلاح يكمن في آلية التنفيذ. احنا في يعني كل هذا القوانين اللي تكلمت عليها كلها طبقت جزئيا وحسب وجهة نظر سياسية وليس حسب وجهة نظر مهنية. يعني منتظر، أنا يعني منتظر من هذه الورشات اللي الوزير بالحمر كان نصبها أنها لا تكتفي بإصدار نصوص، يجب أيضا أن تطالب بتنفيذ هذه النصوص. الجزائر تصدر عشرات القوانين، بالمئات القوانين سنويا، لكن آلية التنفيذ موجودة في يد سلطة تنفيذية، يعني بين قوسين تتلاعب سياسيا. لذلك عندما تكلمنا على راجع لعدم وجود الإرادة أم لسوء التسيير أو لا، لحسابات سياسية ضيقة. حسابات سياسية ضيقة. أنا أعتقد أن إذا كان فيه إرادة فعلية يجب أن تتوفر الآن. إذا لم تتوفر هذه الإرادة الفعلية في تغيير وتطوير وسائل الإعلام ووسائل التواصل، احنا الآن ما زلنا نركز بنظرة تقليدية على الصحافة المكتوبة والسمعي بصري. هناك أيضا الصحافة الآن عندها تأثير كبير موجودة خارج هذا النطاقين، وبالتالي تحتاج إلى تقنين وإلى مساعدة
يعني بعض القنوات كما تكلمنا قبل مثلا على قناة الوسط عندما تقدر تجمع مثلا 20,000 أو 25,000 مشاهد، هذه أحيانا كاين يعني قنوات تلفزيونية بكل الهياكل تاعها ما تقدرش توصل لها. ولو تجد هذه الوسائل تشجيع أكثر سيصل المشاهدين لها أكثر من القنوات التلفزيونية وأكثر من قراء الجرائد. إذن يعني يجب أن يتم عمل شامل وجذري. وأنا رأيي الجزائر الآن في حاجة إلى صحف كبرى بأتم معنى الكلمة، صحف لا تعطي فقط المعلومات وإنما تعطي الروح نتاع الجزائر. معناش الآن صحيفة نقرأ فيها مثلا رأي سياسي لمثقف كبير، معناش مثلا صحيفة اللي فيها رجال إعلام اللي عندهم تجارب كبيرة واللي عندهم خبرة اللي مثلا يديروا افتتاحيات تستطيع أن تؤثر مثلا في القرار السياسي. معناش صحف كبرى. شوف طيب الدول دول كلها عندها صحف كبرى. لكن يمكن أن يقال أن الجزائر تزخر بطاقات كبيرة في الحياة من الساحة الإعلامية، وهناك وصدرت حتى لقنوات وصحف أجنبية. دليل يعني دليل أصبحوا نجوم، يعني صحفيين جزائريين أصبحوا نجوم، ولكن لم يجد كما في باقي القطاعات تقريبا، لم تجد ضالتها في بلدها، يعني ونظرا لعدة عوامل منها مثلا ويمكن أن نتطرق إليها بالتحليل، الفساد الذي استشرى في المنظومة الإعلامية في الجزائر إلى جانب غياب المهنية. هناك ثنائية، غياب المهنية بسبب الفساد والفساد بسبب غياب المهنية. كيف ترى إلى هذا، كيف ترصد هذا الواقع يعني؟ لا أنا أعتقد أن الأصل في المشكلة هي الإرادة السياسية. كانت هناك إرادة سياسية بتكسير قطع الإعلام، وكانت إرادة واضحة، كان يعني حاولوا شراء ذمم، حاولوا تكسير أقلام. يعني مثلما حدث في كل القطاعات، ومثلا القطاع الصحي اللي كنا نتكلم عليه قبيل، الرداء اللي سادت فيه سادت ايضا في قطاع الاعلام. على ذلك اللي ظهروا، شوف هو كل ما تسود الرداء كل ما, 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 ما تبرز هذيك الاقلام الهشه، الاقلام القابله للبيع والشراء. على ذلك اللي فجأة تلقينا، وهذا يقال وهذا بصراحه مسؤولين لوسائل الإعلام يجدون أنفسهم الآن في الحبس بسبب تهم فساد، وأيضا يعني الفساد ربما دخل من الباب الواسع إلى قطاع الإعلام، ويعني جرد قطاع الإعلام من الجانب الأخلاقي من الجانب المهني، وأصبح يعني الإعلام يساوي البزنس. هذه إرادة سياسية. يعني من باع واشترى في الإعلام هم السياسيون. لا هم طبعا لأنهم هم اللي استعملوا هذا الإعلام باش نوموا الشعب 20 سنة. لا يجب أن نتذكر مثلا في العهدة الثانية للمخلوع ولا العهدة الثالثة ولا الرابعة كيفاش كان مجند وسائل الإعلام حوله، باش جندهم بالمال الفاسد. ولكن شكون اللي قدر يجند؟ قدر يجند القابلين للفساد. ما قدرش يجند اقلام كبيره معاه، وما قدرش يعني يجند مثقفين كبار ومفكرين كبار، ولا جند هذيك الاقلام اللي قابله للبيع والشراء. اذا هنا كاين اراده سياسيه، هناك سلطه ضبط السمع البصري، ولكن القنوات الجزائرية غير موجودة ما عدا القناة الوطنية. لأن هذا ما يسمى الإرادة السياسية. غدا، وهذه يعني أنا هذا رأيي ما نوجهوش فقط الوزير الإعلام، أنا أعرف ويعني أنه يعرف ذلك. هذا يعني الرأي
نوجهه للرئيس الجمهورية. يجب أن تكون لدينا مؤسسات إعلامية كبرى، مؤسسات الدولة، مش بالمفهوم أنت على السلطة، لا بالمفهوم أنت على الدولة. عندما تقرأ مثلا جريدة لوموند، لوموند تمثل الروح الفرنسية. عندما تقرأ الأهرام، الأهرام تمثل الروح المصرية. نحن نريد عناوين بذلك المستوى. ما هي الشرط أنها تكون تابعة للحكومة، بالعكس يجب أن لا تكون تابعة للحكومة، تكون عمومية وليست حكومية، تكون يعني عندها نوع من الاستقلالية على الحكومة، على الحكومة وعلى القرار الحكومي. هذه وسائل الإعلام يجب أن تكون، لأنها هي التي تستطيع أن تجمع حولها النخبة الإعلامية، ليس النخبة الإعلامية برك، وإنما النخبة في كل المجالات. تجد فيها نخبة في الاقتصاد، إذن يقدر يمد رأي تعو في الفعل الاقتصادي. الإعلام يقدر يمد رأي تعو في الفعل الإعلامي. الثقافي يقدر يمد رأيه في الفعل الثقافي. معناها يعني نشكلوا تيار وطني، ماهيش بالمعنى الشوفيني، نو بالمعنى الجزائري العميق، الدفاع عن المصالح الوطنيه، يكون فيه اختلافات وجهات النظر كامل. انا عندما واحد يمد وجهه نظر مخالفه لي، لماذا اعاديه؟ ان لم ارغب في الدخول في نقاش معاه اسكت. لكن يجب ان تكون لدينا مؤسسات اعلاميه قويه وكبيرة وفيها أقلام. ويجب أن عبرك الآن عندنا شباب، أنا يعني نقرأ نتابع كثير صحافة، عندنا شباب عندهم مواهب ممتازة لكن عندهم هفوات صغيرة، لأن ما عندهمش مؤطرين، ما عندهمش إحنا تأطرنا مع صحفيين كبار، وكنا نتقبلوا عندما ينحي لك الجملة ويبدل لك فكرة ويقول لك لا الفكرة هذه ماهيش صحيحة وكذا وكذا، ونديروا نقاش ونديروا ولكن تكوننا الحمد لله. كنا قبل نتكلموا يعني صحفيين جزائريين راحوا للخارج اصبحوا نجوم، ونجوم نجوم عالمية، مش فقط يعني نجوم في القنوات، نجوم عالمية، بينما داخل الجزائر همشوهم حقروهم يعني اجتماعيا غير مؤهل، يعني حتى على المستوى الفكري، حتى البك الصحفي ماذا يحتاج؟ يحتاج اولا الحرية. عندما يحس بانه يقوم بالعمل تاعو كما راضي على نفسه وراضي على العمل تاعو، معناها يخدم مش يخدم برك، يناضل من اجل الفكره تاعو، ويناضل من اجل المهنه تاعو. الحاجه الثانيه انه يكون اجتماعيا محمي. كيف يمكن لصحفي يخرج من صحيفه او من قناه ويروح يبات في الشارع؟ والله نو كاين يعني حد أدنى من الشروط الاجتماعيه، حد أدنى من الشروط الاجتماعيه، وحتى انا لا، وهذا الشروط هذه انا ما نطالبش من الدوله انها توفرها له، مش داير من صلاحيتها نهائيا، لكن عندما توفر له راتب جيد، توفر له ظروف عمل جيده، يعني حتى قانون اساسي طبعا، عندما يكون محمي ايضا بقانون اساسي، عندما كما كنا نقولوا قبيل، عندما الوسائل الاعلام هذه تكون عندها دفتر شروط، عندها التزامات، كاين نقابات ايضا، النقابات الصحفيه صح عندهم مجهودات راهم يبذلوا فيها، لكن للاسف غير الشديد مؤطرة بالشكل الجيد، يعني مش قضيه تأطير فقط، قضيه انها غير مسموعه الكلمه، غير مسموعة الكلمة. صحيح هم راهم يدافعوا، راهم يناضلوا، راهم يجتهدوا، ولكن كما يقول التعبير الشعبي تاعنا، يعني راهم يحرثوا في الرمال. مؤخرا في تعيين المدير الجديد للوكالة الوطنية للنشر والإنشار السيد العربي والنوغي، وكان تعيينه يعني أثار ارتياح كثير يعني في أوساط الإعلامية، التواقة إلى إعادة نظر في يعني توزيع الإشهار على الصحف ككل العمومية والخاصة،
بحيث يعني يؤدي هذا الإشهار إلى تحسين الخدمة الإعلامية؟ لا أعتقد ذلك. كيف يعني؟ أي واحد يكون في ذلك المنصب، يعني سواء السي العربي ولا يعني حتى فيما يتعلق مثلا بوزير الإعلام، هم عندهم برنامج ينفذوه وعندهم رؤية سياسية مسبقة يطبقوها، وحتى يعني حتى يعني إذا أردنا أن نقوم بعمل كما قلت قبيل، يعني عمل جذري وعمل ثوري وعمل صح يدير إعلام قوي، إعلام قوي في الجزائر، ماهيش هذه الطريقة تاع الحل. كيف يعني؟ دوك واحد كما السي العربي والنوغي يلقى روحه أمام أكثر من 100، حوالي 130 عنوان صحيفة، 130 صحيفة. لو كان ما يمدش الصحيفة يحس بروحه ظلمها، حتى لو كان ما يحسش بروحه ظلمها، وعلى باله بلي صحيفة هذه ما تخرجش من المطبعة، وعلى باله بلي تطبع 1000 نسخة، وعلى باله كذا وعلى باله كذا، لكن ما يقدرش يحرمها. من ناحية أخلاقية راهي موجودة، من ناحية قانونية راهي موجودة، الناس اللي راهي تعيش من هذاك العنوان ما يقدرش يحرمهم إلى آخره إلى آخره. هذيك اللي قلت لك أنايا هو رايح يلقى روحه أمام وضع صعب جدا، ووضع ما يقدرش يتصرف فيه، ما عندوش يد مطلقة. اليد المطلقة موجودة لدى رئيس الجمهورية، عندما تكون عنده إرادة سياسية باش يدير إعلام قوي في الجزائر، حين ذاك سواء يكون سي العربي، وبالمناسبة أنا يعني نحييه وهو يعني كفاءة، ولا يكون أي واحد آخر، حتى فيما يتعلق بوزير الإعلام، عندما تكون إعلان دائما نلح على الإرادة السياسية. شوف يعني في بعض السنوات الماضية يعني كانت لاناب في ذلك الوقت عندما كانت القيمة تاع دينار، كنا نسمع بأنها توزع يعني ما يقارب 70-80 مليار سنويا على صحف أغلبها لا تقرأ. هذا المبلغ الضخم الآن راه أكثر، الآن يبدو لي راه تجاوز كثير يعني هذا المبلغ الضخم نستطيع أن نوظفه بطريقة عقلانية وذكية. هذا الناس اللي راهم دايرين هذه الصحف التي لا تقرأ يقدروا منهم يديروا إعلاميين قويين، يقدروا يجمعوهم في عناوين قوية، يقدروا يكلفوهم بمهام إعلامية. ولكن الجزائر الآن في حاجة إلى وسائل إعلام قوية. عندما يجي واحد كما العربي والنوغي، مهما كان وكفء وإنسان طيب وإنسان حبوب وكذا، ولكن ليست هذه هي الصفات اللي يعني الإعلام في حاجة إليها في مصر كما هذا. الصفة اللي يعني محتاجينها على رأس العناب صفة رجل عنده مشروع، أو على الأقل توجيه من طرف رئيس الجمهورية باش يصرف هذه الأموال من أجل تأسيس وسائل إعلام قوية، أو على الأقل دعم وسائل الإعلام القوية اللي راهي موجودة الآن باش تصبح وسائل ممثلة للدولة الجزائرية، طبعا للشعب الجزائري ككل، للروح الجزائرية، للثقافة الجزائرية، للرؤية السياسية والتعددية والحرية الإعلامية كذلك. الحرية لا بد منها، ولكن الحرية يعني أنا نعطيك وجهة نظر قد تكون مارستها بقوة، يعني لما كنت يعني مدير تحرير الخبر الأسبوعي هذا ما أردت أن أقول. الحرية في الإعلام لا تعطى، الحرية في الإعلام ليست قوانين، الحرية ككل الحريات الأخرى تؤخذ. يعني أنا طيلة 40 سنة في وسائل الإعلام أعتقد أني مرة واحدة في البدايات نتاعي في مجلة الوحدة اللي تعرضت لي يعني رقابة يعني حتى رقابة بعدية مش قبلية، رقابة بعدية مش قبلية، ولكن ما أثرتش عليا.
صحيح احيانا هكذا بعض رؤساء التحرير مثلا يرفضوا ينشروا لي مثلا موضوع خاصه عندما يتعلق برأي او كذا او كذا، لكن الحريه يجب ان نناضل من اجلها، يجب ان اخذها، ويجب ان نعرف كيف ناخذ الحريه. الحريه ايضا ماهيش فوضى، الحريه ماهيش بذاءه، الحريه مسؤوليه. عندما أكتب أنا أعرف أنني أكتب لناس، ما لازم ليش ما نكونش مسؤول على الكلام نتاعي، لا نكون مسؤول على الكلام نتاعي، ولكن أيضا من قبلش باش واحد يحد لي الحرية تاعي في الرأي تاعي. أنا أقول رأيي، إذا كان هذا السلطة، ما نقولش الدولة لأن الدولة شيء آخر، هذا السلطة إذا كان معجبهاش رأيي عندها ألف وسيلة باش ترد عليا، لكنني ما نسمحلاش أنها تحدي من الحرية تاعي. وهذه أنا خاصة بالنسبة للصحفيين الشباب، يجب أن يناضلوا من أجل الحرية تاعهم. الجيل تاعنا وش حال تقمع، وش حال تهمش، وش حال تطرد من عناوين، وعاودنا دخلنا من نوافذ العناوين أخرى، لكنه نضال. إحنا الإرهاب في حد ذاته ما وقفناش، السنوات الرديئه نتاع بوتفليقه ما وقفتناش، لان انا الحريه بالنسبه لي هي نضال يومي، هي جهد يومي، هي عمل يومي. ما ننتظرش، انا ما نطلبش من رئيس الجمهوريه يعطيني الحريه، ولا من وزير الاعلام يعطيني الحريه، لا، يجب ان نحمي الصحفي. بالمناسبه يعني انا نقول لك، وربما هذه نختم بها، لان انا مدبيه يعني قبل ما نختمه، يعني انا نوجه كلمه يعني للمسؤولين في هذا البلد. مهما كان الحجج، وانا اعرف بان بعض الصحفيين مثلا المتواجدين الان في الحبس الاحتياطي ممكن فيهم البعض أخطأوا، لكن الصحفي يجب أن لا يذهب للسجن لأنه أخطأ. هناك ألف طريقة وطريقة لتقويم الخطأ، لكنني لا أضع الصحفي في السجن. أنا يعني نتمنى أن نجد محل توافقي بين الجرأة نتاع الصحفي والصدر الواسع للمصلحه الوطنيه، والصدر الواسع للقضاء، مع مراعاه المصلحه الوطنيه من كلا الطرفين. لاننا من المستحيل في جزائر القرن 21 يعني نقبل وتقبل الضمائر تاعنا وجود صحفيين في السجن، تماما مثل ما اقول عن السياسيين. يجب ان نصل الى ذلك المستوى، أين يصبح الرأي سواء سياسي أو إعلامي أو ثقافي أو إيديولوجي أو يصبح يقابله الرأي، يبقى رأي ويقابله الرأي الآخر، ويعامل كرأي ويقابله رأي آخر. لأن استعمال السلطة، استعمال القوة مع الرأي تؤدي دائما إلى عكس النتائج. نتمنى ذلك أستاذ عبد العزيز إن شاء الله. غرمول، إن شاء الله. شكرا لك على هذه الاستفاضة وهذه الحماسة أيضا. شكرا جزيلا لكم لإيجاد إعلام يوفق بين الحرية والمسؤولية ومراعاة المصلحة الوطنية. نلتقي مجددا بكم سيدتي سادتي مجددا في لقاء آخر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.